الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحة وسلامة وراحة البال. هاد الحلقة غادي نتكلموا على أحد رموز العطاء الحوزية اللي دازوا من ساحة جامع الفنا، الشيخ بن حمامة. الشيخ بن حمامة اللي تسيد في الساحة ديال العطاء الحوزية من عشرينيات القرن الماضي حتى الستينيات من نفس القرن، وكيف تعتبر مدرسة قائمة الذات بالنسبة لهذا الفن الشعبي. كان نجم زمانه بالقفاشات دياله والنكات اللي كان يقول، وبالغناء كذلك، وكل من تعاقب على ساحة جامع الفنا كيتذكر بن حمامة اللي كانت حلقته رمز للفرجة والترويح النفس. كانت الفرقة دياله كتحيي الأعراس وحفل إسلام وبعض المناسبات، وكان بمثابة الفنان الشامل حيث كيأدي المونولوج والديالوج بأكثر من صوت، كيمثل دور المرأة والرجل والنسيبة والشاهد والفضولي في آن واحد. كيألف سكيتشات شعبية وكيشارك في الأغاني الجماعية والأهازيج مع أفراد الفرقة ديالو اللي كانت كتستخدم الكمان وآلة الإيقاع والكف يعني الرش، وكان متخصص في ميزان الواد. قد تذكروا كذلك ساحة جامع الفنا بالقولة الشهيرة ديالو واللي توارثتها أجيال من بعده، كون ما الجواد ما يتفرجوا فينا الرعاوي. كما كيعتبروا بعض الباحثين أنه كان كيستعمل الفن ديالو في الدفاع عن القضية الوطنية وتوثيق الحالة السياسية والاجتماعية للمغرب آنذاك. ومن بين ما انتج حسب ما تفضل به الباحث عبد العالي بن القيد سوسة، أو ما زال كيتغنوا بها المخاليف واللي كتقول تبان الكتبية مفوجة تفاجئ الغراس، قال لكم الحسن باللغو سلامي للرحمنا دوار بدوار كل قدم بسلام جديد، حتى اللي كرهنا محبس الله تكفينا فيه. وهذا المقطوعة سببت له الإبعاد من ساحة جامع الفنا، أو بشكل آخر سببت له النف ديالو إلى تالا. وفي هذا الباب ماشي بن حمامة بوحدو اللي تعرض لهذا للنفي، بل حتى الشيخ عيسى المزرطية كذلك كان كيضيقها سلطات الحماية والبشر قراوي. له عدة تسجيلات في الإذاعة الوطنية لكنها حبست الرفوف، كانت سنو انت تفرج عليها وتخرجها للعموم. أحبائي حتى نتلقوا في حلقة قديمة إن شاء الله تعالى، ما تنسوش تنضموا للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. لكم محبتي وتقديري.